تفاعل الجمهور السويسري مع رقصة الرقادة التي قدمتها راقصات سويسريات ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ألوان لفنون الشرق في جنيف. وقدمت ثلاث راقصات سويسريات الرقصة الشهيرة في المغرب الشرقي خصوصا في منطقة وجدة وبركان، وتؤدى هذه الرقصة الشعبية في المناسبات ومواسم جني المحاصيل الزراعية. أنا مع أنا كان شي باسيوني مع لي فولكلور ديال المغرب، وعندنا غير البنات، دونك قلت علاش لي ما غاديش نوصلها بواحد الطريقه اللي تكون نيت البنات، ما غاديش ندير لهم فيزيت. دونك درنا لهم عصا، ودرنا لهم ما درنا لهمش داك الجلابه ديال الرجال، ما لبسنا لهم سروال قنديسه. دونك درنا في الرقصه تواصل ما بين اللبسه ديال الرجال والعصا، ما درنا لهمش لو فيزي باش نحيدوا داك العنف. والرقادة رقصة فنية خاصة بالرجال، تعتمد على الرشاقة في الحركة وسرعة في التنسيق، وتؤدى على شكل صفوف أو دوائر على أنغام الغايطة وقرع البندير والدربكة. من حين لآخر يقوم الرجال بتوقف عن الحركة، ثم يبدأوا بدك الأرض بأرجلهم إثباتا لصلابتهم، ممسكين بالعصي رمز السلاح. ولكن الفنانة السويسرية المغربية الأصل ارتأت أن تقدم الرقادة بطابع نسوي، وأشرفت على فرقة مكونة من ثلاث راقصات سويسريات لتقديم هذه الرقصة البديعة.